في الحقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه العودة الميمونة وعلى هذا التيسير الذي يسره لنا، حيث أننا فضلنا على كثير ممن خلقت فضيلة، أكرمنا بزيارة بيته الحرام وعدنا سالمين غانمين الحمد لله. في إطار سياسة المديرية العامة للأمن الوطني الهادفة إلى تعزيز الاتصال والتواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنفيذا لتعليمات سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني، استقبلت مصالح من ولاية أضرار صبيحة اليوم الفوج الأول من حجاجنا الميامين الوافدين من البقاع المقدسة في جو يعكس روح التضامن وإنسانية المديرية العامة للأمن الوطني. والله يفتح على كل المسلمين إن شاء الله، والله يعمل إن شاء الله يا مولانا الليل إن شاء الله، مولانا يفتح عليه إن شاء الله ويسهل لي طريق الخير إن شاء الله لهذاك المكان. كما مولانا بلغنا حنايا، الله يبلغ جميع المسلمين إن شاء الله، والليل إن شاء الله الله يبلغ له نيته إن شاء الله يا مولانا. الله لا يحرم مسلم ولا يحرم كل، وكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء فبلغنا له دعاء إن شاء الله عند مقام الرسول وعند الكعبة الشريفة.